اخو استاذ الكرام بمود جديد للامر ومود اليوم غير. اليوم يا جماعه الخير عندنا شيئين، الشيء الاول المود اللي سويناه من الصفر تصميما وفكره وانتاجا، ما ادري ايش مستانس بس اني مستانس. المهم مالكم بالطويله كالعاده بدون مقدمات، الاسطوره رامي مضبطنا ب 11 فيس كام صفقوا. كلكم تعالوا جيتي عشان اضبطكم حبه حبه، باخذ واحد واحد، خلينا نشوف ايش بتطلع. لازم يا جماعة نوضح لكم شغلة واحدة، ان الاطوار ندفع عليها مبالغ، لكن هذا الشيء عادي وبسيط. ليه؟ لان دعمكم عليه اسطوري والله العظيم. فاذا انت تحبون الاطوار ترى يفرحنا مرة انك ضغطت زر اللايك، واذا اشتركت كتبت لنا كومنت بتقول يا عيال صوتكم واطي عندي، فهمت؟ ترجع مكانك بعدين بتقول بتقول انت صايح انت صايح صايح انت صايح صح؟ انت فهمت قصدي؟ فهمت. انا بقول لك ارجع بتقول يا عيال سماعتي. طيب واحد اثنين مجه، ارجع ارجع المكان يا مجه مجه يا مجه حفك في الله مجه تسمعني مجه يا عيال ترى الصوت ضعيف مره. تعال يا اخوي بجيب لك سماعه، تعال موضوعنا عنك انت. ترى ما اسمع صوت واطي مره. الله يلعنك لا تضحكون يا عيال. طيب دام سماعتك خربانه اسمع هذه مني وخذوها انتم مني، الحرف المعوق هذا اول شيء عدلوه خرا عليكم. اذا وضعك زي وضع مجه ما عندك سماعه حقتها، اذا وضعك اذا وضعك زي وضع مجه ما عندك سماعه ومحتار وتبي تدفع لنفسك فلوس وش تسوي؟ شو اسوي؟ اطلب الله اصبر 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 حلك عندي وانا ابو حميد. لا مو شو اسمه هنقر ستيشن بسيطه يا جماعه ولا نحتاج نطولها. بكل اختصار عندنا نور اللي يوفرون لنا كل الاشياء. سماعه كيش مجه بسرعه. سماعتي استرو موجوده، استرو موجوده وعليها تخفيض 40% وكل شيء ممكن تحتاجه راح تحصله بموقع عليه تخفيضات. الحقوا على تخفيضات ومستخدم يا ابو يا نزار وش اسمك الله يلعن ليسك؟ اس اكس بي ماجد اسمي ماجد الله يلعن شكله. اس اكس اكس بي يا مسلم. واي شيء بالموقع عليه تخفيض تقدر تخفضه زياده باس اكس اكس بي. ما احد يطول خذوا لكم فره فيه نصيحه يا جماعه راح تحصلون اشياء بتصدمكم. لو ب 12 ريال سماعه ايربود سماعه بتحصلها ب 20 ريال غير التخفيض اللي من الكود. الزبده جاهزين يا جماعه؟ ترى متعوب على حرف النون، ترى مسوين حرف نون احنا. بسم الله الخاصيه الاولى اللي عندنا خاصيه التحول الى امانة وش ذا؟ طيب خلونا نقول لكم وش السالفة. طيب ركزوا معي، عندنا ذيب، الذيب هذا عنده خصائص، خاصية من الخصائص حقته اسمها كراب. كراب شو تسوي؟ تعال ركان تمسك ركان وتلة وتقطه بأي مكان تبغاه، مثال تبي تمسكه هنا تسوي له شيء تشارج. سوي تشارج وش تشارج دي؟ تشارج يصير اسرع. اوه يا ساتر. لا نزلني ده. اركض. اوه نايس يا ساتر. طيب خليني اجرب واحد يجيني وقف 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 وقف. اوه يا ساتر. انا ساتر. مين هذا اللي تفتت؟ ما يقدرون يسوون ريبورت. اعوذ بالله. طيب الشيء الثاني اللي عندنا يا جماعه عندنا بايت. مجه تعال ناكلك. تعال مجه وقف. ما انا قلت له مجه اسم واحد. تكفى والله يا جليدك. انا وين؟ انا وين؟ انت بطني تدري ما انا ايش بعد عندنا؟ كراب وبايت. اعمل بيت علي، اعمل بيت علي. بيت خلينا نجرب بيت، خلينا نجرب بيت. بيت عندنا بيت خاصية البيت اللي هو تسمى لو اضغط على صهيب بيت طلع صهيب تحول متحول. اصبر ما خلصت. دقيقة دقيقة. عميل عميل صار عميل صار عميل. يا ساتر وضحت عيون والله دي وضحت عندك صهيب الان يسحبهم لك. ايوه صهيب حولته يا جماعه صار معاي يسحبهم ويجيب لي الاعداء وانا اذبحهم. ما يمديك ترجع صهيب صح؟ لا خلاص يعني صهيب صار بتيميا حولته الى مستدد. فهمت الطريقه كيف؟ اصبر عندي فرد عندي فرد شوف الفرد هذا حقك. وانت وانت تعال 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 خليني اجرب الفرد خليني اجرب الفرد. هدوء 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 صوت صوته صوت بسم الله. يا ساتر والله ديب. هل المواطن عنده خصائص؟ لا ما عنده شيء. لازم يسوي ثلاث مهام عشان يجي الفرد. هذا الفرد يكون مع القاتل فيك. طيب اوكي اوكي المواطن يا جماعه زي ما سمعتوا يكون عنده فرد. الفرد اذا سوى ثلاث مهام يجي ويقدر يذبح الوير وولف. فهمتوا كيف الطريقه الان؟ يا جماعه والله يا الاطوار هذه انها تعب وتاخذ وقت ونحن نصممها من البدايه. تكفون لايك مره يفرق معنا، لا تنسون اللايك
نسميه بالله نبدأ المقطع. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا حبيبي ما عليه عليه بطرح مهم. الذئب ايش عندنا مهام؟ عندنا بطاقة تمام ما في أسلاك اللي بولا في واحد بطاقة شهيب ريدكس. لازم أسوي مهام بسرعة يا جماعة عشان يجيني السلاح زي قبل شوي انسحبت سحبة تقهر لو انه وداني عند زعيمة كان مت. ما انزل تحت يا الله عزيز والله انه عزيز موجود بديش اتحمل قدام حدا المشكلة. الشيء الوحيد اللي انا اضمنه ان الذيب ما يقدر يتحول يا جماعة مرة ثانية على اوكي الذيب ما يقدر يتحول على مواطن على مستذئب فمستحيل ان احنا نشك بواحد تحول الى مستذئب. السلام عليكم سعد تحول سعد عندي الميزة الاولى اني بقدر احول يا جماعة. التحول هذا بيفيدني بشكل جدا جدا كبير ولازم نطفي كهرب كمان مرة ولا لكم من نسحب وانت فين يسحب يقل. في عندي هذه الميزة الثانية بقدر اركض بشكل جدا جدا سريع. ها مرحبا فصولي تعال امسك فصولي ونجيبه هون. الله لا يوفقه ابدا شو يسوي. مات فيصل فيصل يا عيال ايش اللي قدامي لا شو فيصل مت ولا باقي انا ليش فيصل انمسك واحد مات يا عيال بقول لكم اللي صار في اللحظه يا جماعه الخير اللي ضربت فيها الاجتماع طلع عندي انيميشن تحت يسار انه ضربه بالضربه القاضيه الذيب بس اتوقع اني لهكت عليك. فيصل انت مت ولا لا لا هو قاعد يميني على طول الاجتماع على اخر ثانيه ممتاز صار انقاذ هنا ثواني اوكي دقيقه فيصل انت ضامنني الان صح اضمنك اول مره اضمن فيصل اخوي اول مره اوكي فيصل مضمون يا عيال وعلى كلامه مستحيل اثنينهم بوستر بالعقل يعني انا ضامنه وهو ضامني تمام. الرياكتر شغال يمين والذيب بالمدبي يعني مين يضمن مين ومين مع مين وين مكانك صهيب؟ طيب يا عيال ترى انا حاليا انا تحت قاعد بكب الزباله بعيد عنك كب الزباله في الستورج يعني اي بكب الزباله حد شافه يا عيال؟ طيب يضمن الموضوع عشان نعرف شيء. انا في الادمن مر منك شفته ورحت الادمن اوكي برنجنج كنت لحظه الحين الذيب الكبير ما يتحول ذيب صغير صح؟ لا ما يتحول ذيب صغير لا ما بيقدر طيب ما في طيب واللي ذيب صغير الحين واللي ذيب صغير الحين ما يصح يقول من اللي حوله صح؟ ما يقدر يعرف اصلا ما يقدر هو خلاص اذا تحول الذيب الصغير بيصير مع الكبير هم تيم واحد. انا بلحق احمد ما تكسر ولا انبح امه انبح ركات عطى الله يسعد ابوك سقلبني وخذني على اخر لحظه الله يسعده وربي اذهب الله يعزك يا صهيب شله صهيب شله والله انه شله الكلب يا الكلب يا ولد والله الطور جامد يا عيال الطور جامد المفروض طلقه واحده ويختفي البرد دبحت صاحبي اوكي نايس جبت سلاحي ابن امه يجيني متحول الله لا يوفقه عزيز جبت سلاح صبري من بعيد لا يذبحني تكفى مجه الله يخليك مجه الله لا يوفقك فكري مجه مات مجه مات رامي زلموشن تكفى زلموشن تكفى زلموشن تكفى يا رامي يذبحني اتوقع ذبح واحد رامي مات رامي تحول الله يوفقك بدأني يبعد يا بني يذبحني المجاري تكفري تكس ضرب اجتماع
يا عيال سلام انا في وجه الله وجهكم انا مسحب انا مسحب بالارض يا شفت ابو شايع مسحب اطلق ما يطلق اشوف واحد اسحب والله تدري تدري عيد انك شككتني فيك شوي اللحظه ليه ما ذبحته يا عيد ما اقدر اطلق اطلق ما يطلق طيب اشوفك مساكين رحت انا مسحوب انا اتكلم يا جماعه في واحد حاليا متحول والراوند اللي فات اذا بتتذكروا سعد كان متحول ورجع بعد الميدك متحول فيعني اذا هلا في واحد متحول لازم نعمل له طرد نطلع برا الجيم طيب انا اقول لك شيء عذاب الكبير طيب انا اقول لك شيء يا عيال انا في وجه الله ثم في وجهكم اذا الاجتماع هذا خلص انا بكون مسحوب من الارض من عزيز عزيز ما يقدر يتحكم بنفسه عزيز قاعد يتلني الارض كامله ويسحبني سحب اللي معاه سلاح الان انا رامي انا مسحوب رامي انا مسحوب فالذيب قبل شوي يوم اني انسحبت كان اثنين بلع من الذين راكان بلع قدامي ومجة انطعن فانا الان معرض للموت 100% انا مواطن فيصل مواطن فحرام عليكم انكم ما تفزعونا اذا معك سلاح ومواطن تفزعنا أنا مسحوب ولا أنا مسحوب صح؟ الله يأخذه الله يا ورب الكعبة طراني كمية إهانة شو عيد واقف مو قاعد يسوي شيء بموت كلهم تحول بيفوز بالجيم فيصل يا حمري يا فيصل مات إيجل تكفى إيجل إيجل تكفى إيجل فازوا بالجيم صح؟ صايب الامبوستر عيد صايب الامبوستر يا عيد تكفى يا عيد اجتماع تكفى يا عيد احمد الله يوفقك يا رامي الله لا يوفقك يا رامي الله لا يوفقك الله لا يوفقك حسبي الله حسبي الله اقسم بالله حرام يا عيال ايماتكم ضايعه يا عيال ايماتكم ضايعه ايماتكم ضايعه حنه ما يطلق يا احمد ايم كليك يمين يا عيال كليك يمين يمين يطلق احمد والله لا حولكم واجربعكم ونتفكم وادبحكم اول شيء بسوي انا اسوي خطه لي براسي طيب حول كم واحد معك ذي بتسحبهم وتاكلهم بيت الرحمن تعال عند ابوك تعال اسحب يا مال الشحم اسحب الرجال اسحب ايه جيبه جيبه هي حلقه في كهرباء بدل اياها تعال يا بريحة والله اوريك تعال من رايح من بابا حق انا ترى برجع طبيعي انا مجنون ما لي دخل بس ساحب واحد بابا ما بحق انا مجه انت تروح يا مجه عندي السرعه يا مجه لا تكفى يلا شيل الثنلي والله لا يوفق الذا والله لا الذي يسعد ربك سلام ربي لك يا القلب حبيب بس في نفسي كي ذبحت هذا ها قلبي هي ذبحتك صدقني يا عمري احمد ذبحه يا عيال
انا في اجتماع صح؟ طيب اسمع من اليسار، اسمع من اليسار، بقول لكم وين اليسار؟ شوفوا اليسار، ركزوا معي ركزوا معي ركزوا معي ركزوا معي. اول ما بدا الجيم، اول ما بدا الجيم ممتاز، فيصل تحول اول واحد شفته متحول فيصل، تمام. لفينا بالجهه كامله الين اقصى اليمين، لقيت فيصل شايل ردك، فيصل شايل ردك، واطلع فردي واذبحه في اللحظه اللي جاني ابو وزع. شفتني تحت الجثة وماسك سلاح صح ولا؟ ممتاز شفته. اول ما شلت السلاح، اول ما ذبحته الذيب المتحول الاساسي طلع فوق عند الكافيتيريا قبل الريبورت بثلاث ثواني. اللي ماسك الكامات او اللي فوق عند المدبي ممكن اشافه، ابغى انا ضامن ابو وزع، ابو وزع جاني من تحت. اللي فوق عند المدبي واللي عند الادمن هم اللي بيساعدوني، او اللي بالكامات اللي كان ذيك الجهه. انا عند المدبي. ممتاز. عند سعد تجحد يا عيال دقيقة، في اثنين انا شفتهم ذبحوا المستذئبين قدامي. ممتاز، هذا يعطيهم حاجة ايجابية انهم مضمونين، هذول مضمونين يعني. مستحيل يذبح ذيب. هذا صهيب واحمد، الاثنين ذولا، الباقي ما شفت. هذا اللي انقذتك. لا اللي انقذني صهيب. اللي كان معه احمد. لا لا مو انا والله. لا مو انا، ركان. اجل ركان لانك كنتوا جنب بعض انت. احمد طلع الكافيتيريا يا احمد. راح جهه الكافيتيريا هو اخر رؤيه له. شفت احد هناك؟ شفت قبل الريبورت بفتره يعني بسيطه، شفت اخر واحد شفته بالكافيتيريا كان صهيب. صهيب؟ ما انا حاك قبل شوي وركان قدامي. ركان لا ركان، انا صهيب بريع يا عيال. بس معلومه، تدرون الفرق بين احمد وركان شنو؟ ايش؟ اني ركان شفته وهو يطلق، بس احمد ما شفته وهو يطلق، لكن شفته فوق الجثه. يعني شلون يعني؟ جثه تحتي ومعي فرد، شلون؟ يا عيال ما ادري، انا اقول الشيء اللي انا شفته وانتم كيفكم. طيب عيد مكانك، وين انت وايجل؟ انا نزلت تحت، طلعت من الادم ونزلت تحت يمين مره وساعد. طيب شفته؟ صايب شفته صايب؟ لا انا شفت فقط ركان فقط. عيال ما نقدر، ما نقدر نتهم احد، ما نقدر ما في شيء واضح. الان انا خفت. شال اربعه يا عيال، شال اربعه. ترى ذا سفاح والله. شال اربعه فنان. اقول ميوت. يا نفسي اسوي مهمه هنا حقت الزباله. اول اجل اسمع الله ياخذك ابو هزاع. وارم الباب يا العالم، يا العالم كن مو يا ربي يا ربي. الله يرحمك. تعال اقول تعال. حولني تعال يا صاحبي تعال. اجرك انا مع ابنك، اجرك جر. ركان هاي حولت بزعمهم. ركان وحش مجتمع. يجب يذبحني، يجب يذبحني يا عيال. العموم مسلح. الله يطلع لك ركان يا ركان يا حيوان. والله انا كنت طيب معك، قلت انه انت مش انت. بس نفسي طبيعي. هنا واقف الكامات، شفت الباب هذا، بس الكامات شوي بخلوه وضع طبيعي. وكان سحب صهيب بموت. والله بزعلك وانا ابو محمد. يا جماعه ما لهم مش مقيمين الشباب. ها واحد 100 تون تستاهل موت، تتحول ذئب وتيجي تحركنا من مكاننا. لازم تموت. تعال تعال، وينك يا ركان؟ جيب لي عندك. والله لا اكلك. اضرب شمع، اضرب شمع. هلا طلعوا لي ركان، ركان هلا طلعوا. ركان هلا هون مبوستر نازل في كل الماب، والكل لفين كل الماب. والله يا ركان والله صار في الماب كله مره. يا عيال ما نقدر نطلع يا عيال. هيلو ما نقدر نطلع يا عيال. لو طلعنا ركان والامبوستر حول ناس معاه الان بيفوز في الجيم على طول. خلاص لكن لو خلينا ركان، ركان ما ينفع نخليه يا عيال، لانه بيساعده. ففي واحده من ثنتين، يا نضرب اجتماع الان ونحط سوس. انا عندي سوس الصدق. اول شيء لا ننسى ان الامبوستر يقدر انه يمسك الفرد بيده، فهذا ما يأمنه ابدا. انا عندي سوس الصدق على عيد. عيد ما قد شفتك مع الذيب ابدا، يعني اذا الذيب موجود انا ما اشوفه. صهيب قبل شوي مسكني الذيب. قدر صهيب ما شفناك. انا ما شفت ابد، ما شفت الكل مسك الا انت صدق.
وانت قليل اشوفك والله هلا نطلعني ركان 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 لازم نطلع عيال ركان لازم نطلع وصول وصول عيال وصول وصول والله بيقروشنا يا شباب وصول يا شباب يلا جيجي جيجي الزبده يا عيال ركزوا معي يا ركزوا معي ركزوا معي يا ركزوا معي 10 ثواني الان او مو 10 ثواني خلينا نقول 27 ثانيه حق الكل داون بعدها اجتماع ثاني لازم الامبوستر ما يذبح كل شوي لازم طيب انا علي سوس خفي اتوقع صهيب شاك فيني ما ادري ايش احسن صهيب اللي قافطني اهرب احول بحول صهيب صهيب هو اللي هو اضمن واحد يعني اكثر واحد ضامن تعال يو صهيب اللي بتاع معي لازم احولهم الان يا جماعه لازم ما في وقت ما في وقت لازم احولهم لازم ابو اسحبوا اسحبها جيبوهم لي ايوه جيبوهم تعالوا بسم الله الرحمن الرحيم اسحب اسحبوا اسحبوا موزع لي اسحبوا موزع اسحبوا موزع يا رجل تعال بس تعال القم بس القم يا عيال اقسم بالله اني ضحكت يخرب بيت محمد يوم تهوش له بفرد كروميت وعندنا ذيب في الجيم هذا يا جماعة ما في مز لازم أسوي مهام كثيرة المهام تعطيني السلاح هذا أقدر أذبح فيه المتحول والشخص اللي حوله يعني أقدر أذبح الذيب العملاق والشخص اللي تحول الصغير اللي سحب الناس عرفتوه السوسة لازم أسوي مهام الآن بسرعة توقع واضح الطور مرة بسم الله المهمة الأولى على السريع عطني هذه على السريع أو مجس أسلاك وطاقة والله مجس الله يوفق الديب عندي الله يوفق الديب عندي يا والله الديب عندي يا والله الديب عندي لأن أم الفاوة يا أبو هزاع تكفون يا عيال شرطيت ذيب عندي ومجه كان عندي يعني مجه مواطن ذيب عندي ومجه كان عندي يعني مجه مواطن اوكي صهيب يمكن ارجع ذيب ثاني حسيس لا مستحيل انه يذبح بنفس المكان الذيب شد امه تحول على طول يا جماعه لكن انا شك بعزيز والله وكان طلع من بنت لا بطلع من بنت لازم واحد من المواطنين يجيب سلاح يا جماعه السلاح هو الامل اوكي معي سلاح نايس عندي طلقه واحده بس في حال اني شفت الذيب اقدر استخدمها عليه طلقه واحده بس في السلاح ريدكس اوه ريدكس معاه فرد ذحوة سلاح ابو سلاح ابو سلاح ذبحته وشلني الله يوفقه ذبحته وشلني الله يوفقه الله يوفقه وش الفوضى ليش مختفي؟ أنا حي ولا ميت؟ سالفة
يا حبيبي الماب اشكرك يا رامي شكرا قسم بالله يا حبيبي الماب اللي شايل مسدس واللي ماسك واحد من رجليه والذيب بروحه يا عيال انا حي عندكم انا حي انا حي صح احمد 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 انت حي يب يب حي انا مت انت اخذت حي لحظه عيد 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 سؤال عيد عيال دقيقه دقيقه مجه ميت وعزيز ميت وعيد لا تنسون حاجه مهمه ان عزيز وعيد كانوا مستذئبين كان محولهم الذيب وكانوا يجرجرون جرجر احمد وجره وما ادري من جره دامهم جروني دامهم جرون انا عندي تهمهم وريدكس كان معه فرد شفت ريدكس داخل مدبي انا كان مسدس حاول تذبح رحت الكافيتيريا رجعت لقيت ريدكس طالع لقيت عفوا الذيب طالع من مدبي فانا ما ادري هل ريدكس طالع جاء واحد بدال ما ادري طيب يا عيال يا عيال شافني شافني يا عيال ابى اسوي تحريات وسخه شوي انتوا شفتوني انسحبت انا صح بالعقل ان الذيب المستذئب يسحب الذيب صعب انها تصير هي ممكن بس صعب انها تصير ومستحيل نضمن واحد معاه فرد لانكم شفتوا في البدايه الذيب كان يقدر يرجع مواطن ومعاه فرد ويوهمنا انه مواطن ونصدقه لكن في حاجه ابي اتاكد منها يا جماعه هل في احد اول شيء عندكم معاه اتهام لحد انا عندي اتهام غير مباشر ريدكس طيب شو الوضع يعني سكب يا يعني لا انا لا ريدكس صعب نطلع لكن انا سكب والله يوفق الذيب عندي والله يوفق الذيب عندي يا والله الذيب عندي والله الذيب عندي انت الذئب صح انت وين بس رحت انت فيصل هل راح يذبحني راح يذبحني ولا حولني اهرب 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 حولني والله حولني حولني الله يكسر يدك الله يكسر يدك الله يكسر يدك بدخل بيت الله يكسر يدك اسمعي اتركوا مرحبا يا احمد اعرف قطني اعرف قطني اعرف قطني عندي اتهام مباشر يا جماعه عندي اتهام مباشر ها من هو ابغى اقول لكم ايش صار في حاجه هي يعني مخي سوى فلاش باك لوهلة يوم نزل أول ما انتهى الاجتماع مخي سوى فلاش باك سوى فلاش باك لحاجتين الراوند اللي قبل هذا أنا شفت الذيب والذيب كان معاه شيء الشيء هذا كلنا ما عندنا إياه اللي هو كلب صغير الراوند قبل شوي يوم بدأ أول ما بدأ الجيم الكلب كان عند واحد مننا بس هو اللي حاطه اللي هو فيصل فيصل الوحيد اللي كان معاه الكلب الكلب ما راح يتحول الى قاتل ومواطن بيكون ثابت موجود معاك لانه خاصيه غير مضافه من اللعبه نفسها المود ما سوى تعديل عليها تحليلي الشخصي الوحيد ان فيصل هو الامبوستر والكلب هو اللي انكبه وفضحه رد يا فيصل رد يا فيصل يا ساتر احمد القم بس اكل القم تدري اني حاط الميت في الديسكورد قاعد اقول والله انه بيكفطني جي 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 الى هنا يا جماعه وصلنا لنهايه المقطع والله اني اتمنى انكم استمتعتوا انا شخصيا مره انبسطت مره انبسطت اكتبوا لنا تحت افكار اطوار ولا تنسونون يا اخوان اعيد واكرر استخدموا الكود SXXB للتخفيضات في نون وترى والله يا جماعه اني اذا قلت لكم استخدموا الكود في نون ترى مالي مصلوح ولا لي ريال واحد لكن فائدة لكم حرام منها تروح فشيكوا وشوفوا شكرا لكم رابطهم تحت شيكوا عليه السلام عليكم.